اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ميجا ستار في مصر والوطن العربي. حلقتي النهارده مختلفه ومميزه شويه عن اهم الاحداث الفنيه اللي شغلت الجمهور في الايام اللي فاتت. تعالوا بينا نبدا باهم الاحداث اللي بتمر بيها مصر دي، سوء الاحوال الجويه وازاي نجوم الفن اتعاملوا معاها. تعالوا نبدا بالمخرج رامي امام اللي الامطار دخلت بيته ولكن قدر يسيطر عليها بطريقته الكوميديه. تعالوا نشوف الفيديو. وتاني فنان معانا النهارده هو النجم الكوميدي محمد هنيدي، علق على الامطار بطريقته الخاصه ونشر فيديو من فيلمه الشهير جاءنا البيان التالي. تعالوا بينا نشوف الفيديو. وهنروح لتالت فنان معانا النهارده، طبعا اكيد احمد حلمي كان له نصيب كبير جدا ان هو عمل فيديو لطيف جدا بيجمعه باحد العمال اللي كانوا بيسحبوا المياه من الشوارع. طبعا دي لفته مميزه جدا من احمد حلمي ان هو يديهم تشجيع وينزل ويقول له يلا بينا نتصور، وبيشاركوا في العمل ويقول له تعالى نتصور والبحر ورانا. طبعا البحر ده المطر. تعالوا بينا نشوف الفيديو. اظبط براحتك بس نصور كده عشان يبقى خلفيتنا البحر. تعالى كده، تعالى كده اهو، يبقى خلفيتنا المايه. والله ده والله العظيم منظر حلو اهو. تصور، تصور انا الاول. يلا نصور مع بعض. والله العظيم احلى صورة. الله يعينكم. اما الفنان القدير رشوان توفيق كان له تعامل خاص جدا من نوع تاني، وهو واقف في البلكونه وبيدعي لمصر. طبعا الزميله الاعلاميه هبه رشوان هي اللي كانت بتصوره، كان فيديو نال اعجاب الناس كتير قوي. تعالوا بينا نشوف كده. الحاج رشوان اهو واقف في المطر عادي جدا، وانا واقفه جوه بردانه وواقف بره. ربنا يستر. خير وبركه يا رب علينا وعلى البلد يا رب. اللهم امين يا رب. خير علينا وعلى بلد السودان يا رب. امين يا رب العالمين. يا رب. امين يا رب. اللهم امين. اما الفنان الكوميدي محمود الليسي نشر فيديو على حسابه على الانستجرام من كواليس تصوير مسلسل مملكه ابليس واللي كان فيه الشقه بتغرق. ويلا تعالوا نشوف الفيديو. عايز ايه؟ لا زعلانين مننا. وخلينا نختم مع الفنانة الجميلة فيفي عبده اللي عبرت عن حالة الطقس في فيديو على حسابها على الانستجرام وهي بتطير فوق البساط وحواليها التلج. تعالوا بينا نشوف الفيديو. لا الحقوني بقى، شوف الجرأة اللي انا فيها على الجليد مرة واحدة. ده انا اغرق في شبر مية، ده انا بخاف قوي. تخيلوا لو انا بزحلق كده على الجليد. هو شكل جميل جدا، نفسي اعمل كده، بس ازاي اعمل كده؟ قولوا لي ازاي بجد، قولوا لي ازاي. حلو قوي الجليد، وانا موجوده هنا في لبنان دلوقتي. يعني خلاص انا كده لقيت التوصيله في الجو اللي انا فيه ده. خلاص يا جماعه كتر خيركم، وانا قلت لكم انصحوني اهو، ربنا اداني البساط الريح
ده بيسموه بساط الريح ولا ده الجليد؟ الجليد ولا بساط الريح؟ بساط الريح كان كده برضو اللي عايز يوصل بالطريقة دي، ايه رأيكم؟ لا بجد ريلي ريلي قولوا لي اي حاجة، ردوني قولوا لي اي حاجة، يعني اعمل ايه؟ وبكده بنكون وصلنا للفقرة التانية، بس قبل الفقرة التانية ناخد فاصل ونرجع تاني. وتاني فقرة في حلقتنا النهاردة هتكون عن فيروس كورونا اللي شغل العالم كله الفترة اللي فاتت، وكان سبب في انتشار الخوف والقلق ما بين العالم كله، والبداية مع خبر صادم جدا، وإصابة النجم العالمي توم هانكس وزوجته ريتا بفيروس كورونا وهما بيصوروا في استراليا، وتم نقلهم للحجر الصحي لمدة 14 يوم، ربنا يشفيهم يا رب. والحقيقة إن فيروس كورونا أثر كتير قوي على الأحداث الفنية على المستوى العالمي، وكان سبب في تأجيل حفلات زي الفنانة إليسا وتامر حسني وكتير قوي من المهرجانات العالمية داخل مصر وخارج مصر. ولكن مهرجان الأقصر السينمائي الأفريقي قدر إنه يتحدى الظروف وطلع بصورة مشرفة جدا، وتم تكريم فيلم صندوق الدنيا. ومعانا على التليفون الأستاذ عمرو القاضي فنان الجميل والكاتل. أو ألو. أيوة مساء الخير. مساء الخير، أخبار حضرتك يا أستاذ عمرو؟ أهلا وسهلا بيك، تشرفت. ألف ألف مبروك الأول على الجايزة. الله يبارك فيك يا فندم، ربنا يخليك يعني. ودايما موفقين من نجاح لنجاح يا رب. يا رب يا رب، دعواتكم يا رب ان شاء الله. كلمني عن الفيلم بقى شويه، الفيلم الناس كلها عماله تتكلم عنه في الشارع وفي السينما، كل الناس، احكي لي عنه. والله هو انا بعتبر صدق الدنيا بالنسبه لنا تجربه خاصه جدا، وكان فيها تحديات كبيره بالنسبه لكونها اول تجربه بالنسبه لي انتاجيا، وكانت تجربه مختلفه. طب ايه اللي خليك تدفع قوي كده ان انت تبقى منتج للفيلم؟ السكريبت عجبك ولا انت بتحاول تعمل ده من بدري؟ لا هي الفكره كلها في انه انا اوريدي بدايه خالص انا كنت يعني على قوه الفيلم كممثل، ولما ترشحت للفيلم كمان وقريت الورق شدني جدا، ولقيت انه الورق بالنسبه لي شافوا انه فيلم مختلف تماما وتجربة سينمائية لطيفة. وبعدين لما الفكرة كلها في التجربة الانتاجية شوية، يبقى المنتجين حصل انه اكتر من شركة انتاج كانت داخلة، وبعدين ما حصلش نصيب وجربنا، كنا داخلين مرة وبعدين ما دخلش وكنا داخلين مرة، فلقيت انه الامور شوية في التجارب السينمائية بتبقى محتاجة نوع من المعدات. طب كلمني عن الجائزة بقى، شعورك ايه، حسيت لما خد الجائزة في مهرجان الأقصر؟ والله انا يعني الحمد لله انا فرحت جدا طبعا الحمد لله، لكن في الاخر انا كان هدفي الاول والاخير انه بشوف دايما الجائزة الاولى بالنسبة لي هو مدى استقبال الجمهور للفيلم، وانه مدى التفاهم معاه، وهم شايفين ان الفيلم بالنسبة لهم فيلم جيد، والحاله النقديه الحمد لله اللي تعرضنا للفيلم كانت حاله جيده جدا، وربنا اكرمنا بده الحمد لله. لما جت الجائزه كمان يعني كملت فرحتنا بده ونحمد ربنا عليه. طبعا بيحطنا قدام مسؤوليتين، الواحد دايما يبقى عايز يبقى على نفس المستوى طول الوقت ويعمل الافضل في الافضل، فربنا يكرم ان شاء الله يعني. طب بما انك فنان ومنتج في نفس الوقت دلوقتي، ايه سر ان انت اخترت الكاست بنفسك؟ كنت واقف على شغلك كنت خايف عليه، ولا كنت حابب تعمل ده عشان انت عندك الحس الفني عالي؟ تقدر تقول ان الاثنين مع بعض، طبعا الحس الفني عالي ده تقييم الجمهور، ما اقدرش اقول على نفسي ان الحس الفني عالي يعني، لكن في النهايه انا كنت شايف انه الشخصيات مكتوبه بشكل جيد جدا، محتاجين ممثلين مهمين قادرين انهم يعبروا عن الفيلم ويعبروا عن الشخصيات دي، وانا شايف انه كان باين في التناغم ما بينهم فعلا الحمد لله، وده انا كنت شايف ان دي افضل ترشيحات ممكن الفيلم، وكنت بتمنى ان هم يبقوا واخدين الموضوع بمنطق تاني من الاهتمام يعني، وده اللي حصل الحمد لله. طب هو عاده كل منتج او فنان بيحب يكون ناجح انتاجيا، انت كنت تتوقع ان عشان قصه الفيلم حلوه قوي ان هي توصل الجائزه بالسرعه دي؟
اكيد اتفاجئت طبعا، هو يستاهل. أنا وكان الحمد نجاح لله. كان مالي الناس كلها في الشوارع، كلها كانوا بيتكلموا عن الفيلم صندوق الدنيا. الحمد لله رب العالمين. انا في الاخر انا بحاول اعمل اللي يخليني اوصل لدرجه النجاح، لكن في الاخر الواحد ما بيقدرش يبقى متاكد من النجاح. النجاح ده بيد ربنا اولا واخيرا، لكن الواحد طبعا كان بيشتغل طول الوقت عشان خاطر نقدر نوصل، نقدر نوصل للناس لما الفيلم يتعيد يبقى في الاخر قادر يبقى فيلم سينمائي جيد، وكمان جماهيريا يبقى يستقبل الفيلم يبقى بشكل برضه جيد. يعني انت والحمد كنت لله حاسس اثناء التصوير انه هياخد جايزه؟ حسيت لا بده؟ يعني ما اقدرش اقول ده طبعا، لا يعني ما اقدرش اقول كنت، بس انا كان عندي يقين ان احنا عاملين فيلم جيد، والحمد لله رب العالمين. قلت اكيد ان شاء الله لما الفيلم يتعرض قدام الناس في السينما ويطلع للنور اكيد هيبقى ده استقبال الناس ليه هيبقى مختلف. بس الفيلم واخد ترند بقاله يومين بالتحديد بالظبط بسبب الفنانه مروه الازلي عن عربيه الكبده تقريبا. زبادي. ايوه بالظبط. زبادي طبعا، مروه فنانه جميله وموهوبه الناس كتير دورت على عربيه الكبده. بالظبط كده. واكتشفوا في الاخر ان هي في الفيلم. طالبوني يطلع لهم عربية الكبدة، بس طبعا يعني الحمد لله كان بالنسبة لنا كان إفيه لطيف للفيلم طبعا، وكان حاجة كويسة طبعا. ومروة فنانة موهوبة وجميلة وعملت كانت ضيفة شرف جميلة في الفيلم، ويعني الحمد لله. طب وانت هتقود تجربة الإنتاج تاني ولا لأ؟ أكيد طبعا، ربنا ييسر الأمور، نعدي بس الخطوة الأولى إن شاء الله، وأكيد هيبقى في خلال الفترة اللي جاية إعلان عن خطوات جاية بإذن الله. بس طبعا كل حاجة هتتم بالشكل اللي فيه تأني عشان نعرف نختار حاجة كويسة ونعمل حاجة إن شاء الله، ومن نجاح لنجاح. وأكيد طبعا لكل مجتهد نصيب، وأنتوا اجتهدتوا على الفيلم. أشكر حضرتك. ميرسي. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامة. ونروح لفصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم من الفاصل، وبكده بنكون وصلنا لتالت فقره في حلقتنا، ومكملين مواضيعنا معاكم في الحلقه النهارده، وهي عن السوشيال ميديا وتعامل الفنانين معاهم. والحقيقه ان بقت مثيره جدا للجدل الفتره الاخيره بسبب نوعيه المواضيع التي بتتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واخرهم انفصال الفنانه انغام والموزع احمد ابراهيم. كان في خناقه كبيره جدا ما بينهم، هل الكلام ده صحيح ام خطا؟ واخرهم كمان كان متواجد معانا الفنان وائل عبد العزيز واخو الفنانه ياسمين عبد العزيز. عايزين نعرف الكلام ده صح ولا غلط، سلبي ولا ايجابي. ومعانا الناقد الجميل الرائع طارق الشناوي. الو. اهلا اهلا، ازيك يا نور؟ ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ ازي حضرتك؟ تمام تمام الحمد لله. عامل ايه ياسمين؟ على الازعاج جدا، وبشكر حضرتك انت نورتنا النهارده على التليفون بسبب اشغالك. لا لا لا، شرف ليا شرف ليا. ليه اغلب الفنانين اصبحوا بيعملوا مشاكلهم وحياتهم على موقع التواصل الاجتماعي؟ وجهة نظر حضرتك ايه؟ هي بدأت طبعا زي اي انسان في العالم لما بيدخل الموبايل بالوسائط اللي هو بيوفرها لينا، بتختلف درجة استخدامه من شخص لاخر. في ناس ومالهاش علاقة، يعني مش بالضرورة المرحلة العمرية بتلعب دور، لكن هي بنسبة ما مؤكد انه المرحلة الشبابية لها اهتمامات اكتر بالموبايلات وبالفيس وهكذا. المهم انه تحول الصفحات الالكترونية الى اسلحة دفاعية احيانا، ترويجية احيانا للنجوم، وشيئا فشيئا احتلت الحياة كلها. يعني لم يعد الفنان في كل مرة بيحتاج عشان يقول وجهة نظره زي زمان ان يجري حوارا مثلا مع جريدة أو مجلة أو تلفزيون، لا خلاص بقى هو منه كده للناس وبيروح قايل. طب برأي حضرتك هو ده أسلوب جديد للشهرة وهوس الشهرة؟ هو الشهرة أولا طول عمرها جزء حميم من حياة النجوم بنسبة 99.9%. النجوم بيتنفسوا الشهرة والضوء. في نسبة قليلة جدا لا يشكل لها الضوء اي شيء، زي مثلا الفنان الكبير الراحل محمود مرسي مثلا، ما كانش بالنسبه له الاضواء
يسعى إليها. عندك من الجيل ده واضح جدا منهجه زي الفنان الكبير يحيى الفخراني مثلا، ما حدش يقدر يقول إنه يحيى يسعى وراء أي ضوء، هو بيشتغل وخلاص. لكن الأغلبية مش كده، الأغلبية تعتبر إن الضوء أحد وسائل الدفاع عن الوجود، فبيلاقوا ملايين على الصفحة يعني، وردود الفعل بينتقل من شخص أو من مجموعة لمجموعة لمجموعة، فأصبحت هي دي الوسيلة للتعبير. طب هل ده صح مشاعرهم سلبي ولا إيجابي؟ بيأثر إزاي على الفنان سواء سلبي أو إيجابي حضرتك شايفه؟ هو بصي، في ورق سيليفان كان موجود على الفنان تم إسقاطه. إيه ورق السيلوفان ده؟ يعني تخيلي أنت أنه مثلا أم كلثوم كل عظمتها كانت مرة الإذاعية الكبيرة أمال فهمي، أكيد تعرفوها. طبعا اللي هي كانت، المهم أمال فهمي كانت صديقة لأم كلثوم، فهي حكيت لي أنها عارفة، لو أنت سمعتي مثلا في المحطات بتاعت الأغاني ساعات بتذيع جزء من الحفل بتاع أم كلثوم بيعيدوا إذاعته في الراديو، يعني أكتر في الراديو بيتذاع بين حين والآخر حفلات لها، فبتلاقي إن المذيع بيقول جزء من الغنوة وبيتكلم عن الفستان وأم كلثوم، وربما يتكلم عن شيء حدث يعني في الوطن في ذلك الوقت. طب هو دلوقتي لما يكون كل النجوم بيتكلموا على نفس الموضوع ومشاكلهم وطلاقهم وانفصالهم، هل ده صح ولا غلط؟ جات أم كلثوم، جات لأمال فهمي قالت هتكلم أم كلثوم كلت إيه؟ يعني اتغدت أم كلثوم زي أي إنسان بتاكل. فالمهم قبل ما تقول الكلام قالت له أم كلثوم، فمنعتها غضبت طبعا، منعتها إنها تقول هي كلت إيه؟ فاستغربت أمال فهمي، قالت لا لأنه الفنان الناس بتديله صورة غير البشر، فلو لو لي بأكل زيهم بتاع بتكسري الحتة دي. فأنا رأيي أنه الوسائل دي أسقطت أي مسافة بين الفنان وبين الجمهور، وجعلت كل شيء على المشاع، وبيبتدوا وتحولوا إلى معارك إحنا بنتفرج عليها. يعني أي حد عايز يعمل مشكلة مع حد ينزل له خبر على السوشيال ميديا، وهم بيبقوا بيضربوا بعض وبيشتموا بعض ويشنقوا على بعض. وبعد كده الإعلام كثيرا ما يتهم إن هو اللي بيروج لل والله الإعلام مظلوم، والإعلام مظلوم لأن هم الحقيقة مش مدين فرصة لحد يزود عليهم. بس الإعلام بيتناول فقط بداية القصة بس ما بيخشش في تفاصيل. أيوة. هم اوريدي بيعملوا ده لوحدهم منهم لنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مش بيكون من الاعلام. تلاقي زوج بيهاجم زوجته والعكس، ايوه، واخ بيهين اخته والعكس صحيح، يعني مسائل هذا. واب شفنا اب بيهاجم بنته بجراوه، ايه ده؟ يعني انا يعني الحقيقه حاجات يعني. طب انت وجهه نظرك قدام ايه يا استاذ طارق في الموضوع ده؟ وتنصح بايه الفنانين ان هم يبتدوا يعملوه؟ لا بديكم نصيحه، ما حد ياخد نصيحه حد، هم منهم كده، هم اصلا بيبقى النصيحه بتاعتهم ايه؟ هم هو يقول لك انا الناس قالتني ولا لا؟ الترند، فبالتالي عندما لما حد يكلمك عن الترند مش هيسمع نصيحه، لان هو خد عرف هو بيتحرك بشكل صحيح او خاطئ من خلال عدد الكثافه المتابعه. هم ما عندوش دي حقيقه. فمش هيسمع نصيحه، هو هيعمل اللي في دماغه، واللي في دماغه مع الزمن بيكسر حاجة. مؤكد، بصي، السلوك الاجتماعي في جزء من تقييم الفنان، علاقاته، ألفاظه، كلها ده صح، شعوريا بتلعب دور، مع الزمن هتأثر عليهم. صح، لازم فعل. جزء كبير من الصورة، من اللي بيخلق إيمج فنان، الصورة الذهنية، الصورة الذهنية دي بتراكم أقواله وأفعاله بتعمل صورة ذهنية، لأنه بيكون صورة في خيال كل واحد في الشارع. مظبوط مظبوط. الناس يعني اللي حبت عبد الحليم حافظ كانت عاملة له صورة ذهنية مش صورة واقعية، وهو ساهم في ده. كان زمان النجوم مثلا ما بيتجوزوش، يعني شوف فريد أطرش ما اتجوزش، عبد الحليم ما اتجوزش، ليه؟ عشان يظل فتى أحلام البنات يعني. وكان كارثه كبيره جدا لما نزلت صوره الراحل رحمه الله عبد الحليم حافظ وهو على سرير المرض،
جرحت قلوب ناس كتير جدا ما كانوش يتمنوا حتى يشوفوها. ده صحيح، كان نادرا ما بيحصل ده، نادرا ما بتقتحم الكاميرات الخصوصيه. هم دلوقتي اللي بيسارعوا بنشر كل اخبارهم، واحده مثلا كانت بتمشي في الاوضه رايحه الصاله رجلها انجزعت، تكتب خبر ان رجل انجزعت يعني، وهكذا. كلت سمك يكتب خبر. طب يعني وهننتقل لفيروس كورونا، راي حضرتك ايه في فيروس كورونا انه اثر على تاثيره على السينما عالميا وداخليا؟ دلوقتي في حفلات كتير قوي اتاجلت ومهرجانات كتير قوي، حضرتك شايف ايه الموضوع ده وجهه نظر حضرتك؟ دي اكبر كارثه العالم بيعيشها، وبالتالي التجمعات المتعلقه بالمهرجان بعروض السينما، لانها بطبعها بتعتمد على الكثره وعلى العدد، بنعيشها وشايفينها طبعا. شوفك اكتر من مهرجان كم هو يعقد في الفتره اللي فاتت ارجع، ومهرجانات قادمه مش عارفين لغايه اللحظه دي كان 12 مايو. أيوة. واحنا دايما انا بقالي 30 سنه بروح المهرجان وبستعد بكل بقى التفاصيل للاستعداد. لغايه اللحظه دي هم نفسهم في المهرجان مش مأكدين او بينفوا هل في مهرجان مفيش مهرجان، وانا بكلمك ما فيش يقين خالص. الامر مفتوح على مصراعيه. طبعا دي كارثه بكل الجوانب، كارثه. انا مش عارف بالظبط يعني، مش اول مره نعيش فيروس، ما احنا عشنا الطيور وعشنا الخنازير وحاجات تانية اسماء تانية يعني، دول فاكرهم دلوقتي انفلونزا الطيور والخنازير، وكانت الامور احنا شعب مناضل عامه يعني نستحمل. لا ده العالم مش الشعب، هي دي عالميه، هي كوارث عالميه. هي عالمية يعني بالفعل. انا بتكلم على احنا كمصر اللي بنتحمل، ما احنا تحملنا بيتحمل بنتحمل الكورونا والتنين، حتى لو نلاحظ ان الناس تعايشت مع التنين ونزلت الشوارع وبدات تمشي امورها بقدر المستطاع. ايوه بس بدليل انك موجود اهو في وقت لسه في التنين المفروض ان هو موجود. طب وراي حضرتك في حاله الطقس عملت فيها اليومين اللي فاتوا دول؟ لا انا عشت حياتي عادي بجد يعني يعني الكورونا نزلت وعادي وتعاملت وحاولت تساعد الناس وسقت عربيتي ورحت، كان في حاجات لازم اطلع بالعربيه طلعت يعني، برغم الشوارع كانت فاضيه تقريبا. لكن نزلت وسقت العربيه يعني. ربنا يسلم لحضرتك، الف سلامه حضرتك. مش هستسلم بقى يعني، الكورونا تخوفني والتنين يخوفني، قلت لازم مش قادر على الكورونا اتشطر على التنين، فده اللي انا عملته. انا بشكر حضرتك جدا ومتشكره جدا، انت شرفتنا. للناقد الفني الرائع طارق شناوي حابب اشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. وبكده بتكون خلصت حلقتنا، استنوني في حلقه جديده.